السلام على من غسله دمه وشيبه قطنه ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلب من والاه قبره. السلام على خامس أصحاب الكساء. السلام على المغسلين بالدماء. السلام على الخد التريب. السلام على الشيب السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. الله أكبر. أي يوم. الله أي دم في كربلاء سفك يا لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهك يوم بحامية الإسلام قد نهضت له حمية دين الله إذ ترك رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلكا والناس قد عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفكا وقد تحكم في الإسلام طاغيتهم يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا. لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا. العاصر الخمر من لؤم بعنصري ومن خساسة طبع يعصر الودك. هل كيف يسلم من شرك ووالده ما نزهت حمله هند عن الشركاء. لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتك. قد أصبح الدين
منه يشتكي سقما. إلى أين يشتكي هذا الدين؟ إلى أين يلجأ هذا الدين؟ من الطبيب؟ من المداوي؟ قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا. فما رأى الصبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك. وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداوي كان يخاطب الدين بلسان الحال يقل قر واستقر يا دين جدي وبشروطي أنا الذي أشفيك من هالمراض والطيب وش علتك يا دين جدي والأماجيد قال لي يا ابو السجاد بشكي لك من يزيد ناداه عندي لك دواء والسق مكيف يفيد أنا ذخرني لك مداوي عالم الغيب بأي الدواء يا حسين بتعالج الجسمي ترى علتي صعبة يا ابو الشيمة وسقمي قال لي بداوي علتك من فيض دمي ذبحي إلى الشيعة ولك فدوى موعد قال لا أنا خاف ذبحك يا الولي يهدم يهدم أركاني وابقى بليك في الحياة حاير في زماني قال لي انا بذبحي اشيد لك اشيد لك مباني وكل من لف من ضام عندي ابد ما يخي ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. لأجل سلامة إمامنا وطبيب أنفسنا وتاج رؤوسنا الحجة ابن الحسن ولتعجيل فرجه الشريف ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. عاشوراء كنز
من العطاء المتدفق. عاشوراء ساحة تجسدت فيها الدروس والعبر. يستطيع المتأمل في هذه السويعات القليلة أن يستخرج كما هائلا من الدروس. ساحة عاشوراء ساحة صناعة الإنسان. سأتحدث عن درس يستفاد من ثورة الحسين سلام الله عليه، من حركة الحسين عليه السلام، وهو درس مهم لا يستغني عنه الفرد ولا تستغني عنه الجماعة. الفرد إذا ما أراد تحقيق أهدافه، الجماعة إذا ما أرادت تحقيق أهدافها، فإنها في أمس الحاجة إلى هذا الدرس، وهو درس حسن التدبير. من يلحظ سيرة الحسين سلام الله عليه منذ اللحظة الأولى التي قرر فيها النهوض والحركة، يلحظ تدبيراً دقيقاً للغاية قام به الحسين سلام الله عليه. هناك حسن التدبير. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إني لا أخشى عليكم الفقر من بعدي، وإنما أخاف عليكم سوء التدبير. واحدة من مخاوف النبي صلى الله عليه وآله على الأمة من بعده هي سوء التدبير. طبعا هناك مجموعة من الروايات والنصوص التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله أبدأ فيها النبي مخاوفه، من جملة من الأمور هذه الروايات تستحق التأمل، تستحق الوقوف عندها طويلة، لأنها تعبر عن مخاوف النبي على الأمة. ومن هو أحرص من النبي على هذه الأمة صلى الله عليه وآله؟ النبي يبدي في هذه الروايات، في هذه الأحاديث مخاوفه. أحيانا مثلا يقول: أخوف ما أتخوف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل. أحيانا يصدر النبي صلى الله عليه وآله حديثه بقوله: إني أخاف عليكم، إني أخاف عليكم، ويبدي مجموعة من المخاوف: أهواء تتبع، وقطيعة رحم، إلى غيرها من المخاوف. أنا الآن لست بصدد الحديث عن مخاوف النبي على الأمة، أتحدث فقط عن هذه المسألة التي أشار إليها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في الحديث المتقدم. يقول النبي: أنا لا أخاف على الأمة من بعدي الفقر، ما راح تعيش الأمة الفقر، إمكانات هائلة جدا، لكن المصيبة التي ستبتلى بها الأمة من بعدي هي سوء التدبير. شوف الإنسان طاقات متفجرة، الإنسان استعدادات هائلة، ولكن المشكلة التي تواجه هذا الإنسان، العقبة الرئيسية التي تواجه الإنسان، هي التدبير وحسن التدبير. إذا استطاع هذا الإنسان أن يحسن التدبير في حياته، حينئذ يصل إلى مبتغاه، يصل إلى الرشد والكمال. والتدبير من مختصات الإنسان، يعني ما يميز الإنسان
عن الحيوانات أجلكم الله هي القدرة على تدبير الأمور، لأن الله وهبه عقلا، بواسطة العقل يستطيع الإنسان أن يدبر أموره، يدبر شؤونه. تدبير، ما المقصود بالتدبير؟ تدبير يعني التخطيط للمستقبل، وضع البرامج، وضع الخطط. المؤمن الكيس الفطن هو الذي يتدبر في مستقبله قبل أن يخطو خطوة واحدة، يتأمل، يتدبر، يتفكر، يسمى حسن تدبير. الروايات الشريفة تشير إليه بعنوان آخر، عنوان الحزم. الحزم يعني حسن التدبير، أن يأخذ هذا الإنسان كفايته من التأمل والتدقيق والتفكير في المستقبل، يضع البرامج، يضع الخطط، وبعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة العزم. عزم يعني الإرادة. بعد مرحلة العزم تأتي مرحلة الجزم. عندنا ثلاث مصطلحات نلتقي بها في النصوص: حزم، عزم، جزم. الحزم هو حسن التدبير، وهو من مختصات الإنسان كما ذكرت. الحيوان لا قدرة له على التدبير، لا قدرة له على التفكير والتخطيط للمستقبل. حتى وإن وجدنا في حياة بعض الحيوانات يوجد نظم، ولكن هذا النظم لا يدل على أن تلك الحيوانات تتصف بهذه الصفة، بل هي تتحرك بوازع من فطرتها وغريزتها. النملة حينما تجمع طعامها، أو النحلة حينما تنهج هذا النهج الدقيق، تخطو هذه الخطوات الدقيقة، فهل ذلك يدل على أنها تتصف بصفة حسن التدبير؟ لا، هي تتحرك بدافع من فطرتها التي فطرها الله عز وجل عليها، بعدها عقل وتفكير وتحليل وتركيب، وضع برامج، وضع خطط. لا أبدا، تتحرك بدافع من الفطرة التي فطرها الله عليها. هذه التدبير وحسن التدبير، هذه من مختصات هذا الإنسان، ويتميز الإنسان بها. إذا استطاع الإنسان أن يحسن التدبير في حياته سيصل إلى مبتغاه، سيصل إلى أهدافه. ولكن كيف؟ كيف يصل الإنسان إلى حسن التدبير؟ بعبارة أخرى، كيف يحسن التدبير؟ كيف يحسن الإنسان التدبير في حياته؟ شلون يحسن التدبير؟ يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: من الحزم، من الحزم حفظ التجربة. من أراد، هذا عامل من عوامل حسن التدبير، من أراد أن يحسن التدبير في حياته فعليه أن يحفظ التجارب. الحياة مليئة بالتجارب، الحياة ساحة تجارب. تاريخ الإنسان حينما تلحظ التاريخ، تعطف النظر إلى التاريخ، تقف على كم من هائل جدا من التجارب. الفطن هو من يتدبر، يتأمل حتى يعرف حقيقة الحياة. الإمام أمير المؤمنين يقول: لا خير في دنيا لا حزم فيها، يعني الدنيا التي تخلو من التدبير وحسن التخطيط لا خير فيها. شايفين انتم الخبراء تستطيع بواسطة الجلوس مع واحد من هؤلاء أن تحصل على خلاصة، خلاصة في زمن قياس. لو أردت الوصول إليها لاحتجت إلى وقت طويل جدا.
أراد الإنسان بواسطة نفسه أن يصل إلى هذه النتائج لاحتاج إلى وقت وجهد طويلين، لكن من خلال الانفتاح على أهل الخبرة ومشورتهم يصل الإنسان إلى حسن التدبير. وهل التدبير إلا المشورة لأذوي الرأي؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: الحزم مشاورة ذوي الرأي واتباعهم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: الحزم، يعني التدبير، حسن التدبير، الحزم النظر في العواقب ومشاورة ذوي العقول. قبل أن يخطو هذا الإنسان خطوة، عليه أن يشاور أهل العقل، أهل الدراية، أهل المعرفة، حتى يكون على بينة من أمره. بل عزمه يزداد، إرادة الإنسان تقوى حينئذ اتضحت له الأمور. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، شوف الرابط بين الحزم والعزم، يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: من قل حزمه ضعف عزمه. اللي ما عنده ذاك التخطيط الدقيق، اللي ما عنده التفكير، ذاك التفكير الكافي، فإن ذلك يؤثر على إرادته وعزمه. فمن أراد حسن التدبير إذن عليه بالرجوع إلى أهل الخبرة. لا تستصغر واحد من أهل الخبرة، قد يكفيك مؤنة وقت طويل وجهد طويل وبذل كثير. المعتصم العباسي لما خرج لفتح العمورية وصل إلى القلعة، قلعة العمورية، وحاصرها بجيشه. أراد أن يقتحم القلعة فلم يقدر، بقي أيام أيام وهو يحاول، لم تفلح كل محاولاته، كل المحاولات باءت بالفشل، حتى أصيب بحالة يأس. في ليلة من الليالي خرج متنكرا من خيمته وأخذ يطوف بالخيام، خيام جيشه، يريد يتفقد الجند، يريد يطلع على نفسيات جنوده. فمر على خيمة حداد، كان يصلح سيفا، وكان الحداد ذاك منزعجا تمام الانزعاج من المعتصم. يقول الناقل للخبر: كان يأخذ المطرقة يضرب السيف ويقول: ليت هذه المطرقة على رأس المعتصم. صار لنا أيام طويلة ونحن في هذا المكان، وأمر فتح القلعة يسير، سهل يسير، المعتصم يسمع ولكنه لم يحرك ساكن. رجع إلى خيمته، لما أصبح الصباح دعا بذلك الحداد، لما أحضر بين يديه أخبره بالقضية فارتعدت فرائصه. المعتصم التفت إليه قال: ما الذي حداك إلى ما قلت؟ ليش أنت مزعج مني تمام الإنزعاج؟ فقال: لي الأمان. قال: لك الأمان. قال: أصلحك الله، إن فتح هذه القلعة يسير، ما يحتاج إلى أيام وأشهر، سويعات فقط تستطيع بواسطتها فتح هذه القلعة. تعجب المعتصم، قال: وكيف؟ الرجل وإن كان بسيط يبدو في نظر الناس، بسيط، لكن عنده خبرة ودراية. قال: ألا تنظر إلى الفواصل التي في وسط هذا الجدار، جدار القلعة؟ الفواصل كلها خشبية، الفواصل الموجودة كلها خشبية، مر جندك يشعل السهام بالنيران ويرمون هذه الفواصل تحترق، يتهاوى الجدار. ابتسم المعتصم قال: صدقت،
شوف المعتصم عنده مستشارين وعنده وعنده، لكن هذا الحداد البسيط الذي تزدريه الأعين أوقف المعتصم على الطريقة التي يتمكن بواسطتها من الدخول إلى القلعة بسهولة. وفعلا رميت تلك الفواصل الخشبية بالسهام المشتعلة بالنيران فاحترقت فتهاوت الجدوى. دخل المعتصم استولى عليه. إذن من أراد أن يحسن التدبير في هذه الحياة عليه أن يتأمل، عليه أن يتفكر، عليه أن يشاور الآخرين. التخطيط وحسن التدبير يوصلك إلى الهدف سريعا. هذا درس نستفيده من ثورة الحسين سلام الله عليه. تعالوا بنا لنتأمل في سيرة أبي عبد الله الحسين. الحسين عليه السلام من اللحظة الأولى التي عزم فيها على الخروج كان واضح. إذا تتصفح كتب التاريخ والسيرة تجد الحسين سلام الله عليه يمتلك خطط واضحة، خطط واضحة لكل أمر تدبير عند الحسين سلام الله عليه. لم يفاجئ الحسين سلام الله عليه، لا، وضع لكل أمر تدبيرا. خرج من المدينة متوجها إلى مكة، انتخب أيام، هذه الأيام يتقاطر المسلمون فيها على البيت الحرام لحج بيت الله الحرام، وبدأ بأبي هو وأمي يعرف الناس بحقيقة حركته ونهضته. بقى أشهر في مكة، ويوم أو يومين، أشهر. لما عزم على الخروج لم يخرج كما يخرج غيره من مكة، انتخب يوما، انتخب وقتا. هذا الوقت يلفت الانتباه، الناس يتوجهون، المسلمون الحجاج حجيج يتوجهون إلى منى، يتوجهون إلى عرفات، والحسين يتوجه إلى العراق. حينما يسأل بأبي هو وأمي يجيب، ثم بعدها يخطب في الناس خطبة رائعة جدا ضمنها دررا جواهر. خطة الموت، هذه الخطبة المعروفة المشهورة: ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ويتحرك الحسين سلام الله عليه، حركة دقيقة للغاية، ماكو شيء عبث عنده وحاشاه، ماكو شيء ارتجالي عنده، عند في كل خطوة تدبير. لما وصل، شوف من بداية الأمر الحسين سلام الله عليه كذلك، لما وصل خبر هلاك معاوية، وصل إلى من؟ وصل إلى الوليد، الوليد عامل الأمويين على المدينة. الوليد في تلك الليلة بعث خلف الحسين سلام الله عليه. الحسين كان جالس مع بعض فتيان بني هاشم، بعض مواليه. لما وصل رسول الوليد، الحسين علم بالأمر، قال: إن صدق ظني فإنه هلك معاوية ويريدون أخذ البيعة مني ليزيد، ووالله لا يكون ذلك أبدا. فقال بعضهم: ما أنت صانع يا أبا عبد الله؟ شنو راح تسوي؟
قال إني داخل عليه الساعة. البعض حذر الحسين من الوليد فقال سلام الله عليه لا آتيه إلا متمكنا. التفت إلى فتيان بني هاشم أمرهم بأخذ السلاح والاستعداد وجاء بهم إلى دار الوليد يقدمهم أبو الفضل العباس سلام الله عليه. أمرهم بالوقوف عند الباب وقال إني داخل عليه الساعة فإذا سمعتم صوتي قد ارتفع فهجموا هجمة رجل واحد. قدم الحسين سلام الله عليه دخل على الوليد وإذا بمروان بن الحكم عند الوليد. سلم الحسين رد الوليد عليه السلام ثم نعى الوليد معاوية إلى الحسين فاسترجع الحسين ثم طلب البيعة من الحسين ليزيد. الحسين قال أيها الأمير لا أراك تقنع ببيعتي سرا حتى أبايع جهرا. أنا لو بايعت سر ما راح تقنع بالبيعة. فإذا دعوت الناس إلى البيعة دعوتنا إليها. قال انطلق على بركة الله يا أبا عبد الله. مروان يسمع فخاطب الوليد قال احبس الرجل وليبايع وإلا فاضرب عنقه فإن فاتك لا قدرت عليه بعدها أبدا. ما راح تستطيع هاي فرصة. الحسين يسمع استشاط غيظة التفت إلى مروان قال أأنت يا ابن الزرقاء تضرب عنقي أم هو؟ خسئت وكذبت. ثم التفت إلى الوليد قال اعلم أيها الأمير إنا أهل بيت النبوة إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. ارتفع صوت الحسين وإذا بأبي الفضل العباس وفتيان بني هاشم يهجمون هجمة رجل واحد على الدار. رحمة الله عليك يا من العطية. يقول هجمة اليوس الحرايب والشعور من الشرار والسيوف على الأكتاف تلوح كلها مشهرة وبو الفضل جدامهم والغضب لاحب غرته يصيح لحد والدي الكرار وانا ظنوته زأر ورعد وانذهل مروان بس من لحظته صاحنا عبدك يا خويا والأردان مشمرة عبدك وبمرك يا ابو السجاد آمر نشتري والله لو تأمر لطب الشام واخبص وزي حيدر الكرار ابونا نعمين ابو فاضل حيدر الكرار ابونا ما يذلنا احنا يزيد واحنا معروفين كلنا سباع عند الزمجرة وحارب ابن الحنفية ونشر شعر على الأكتاف وصاح كلنا جبال حيدر ما نذل ولا نخا ومن بريق السيف بيده الولد للموت شاء حفت بدر المجد ذيك النجوم المزهرة ما حلاهم يوم حفوا حول عزهم ينتخوا
لو لهم حصلة الرخصة يعلم الله ايش يفعلوا، كلهم حيود وضياغم عالهضم ما يصبروا، نكسوا روس الأعادي وطلعوا اليوث الشرى. أكيد استر قلبك، أكيد استر قلبك، هاي الأبيات تسر قلب المؤمن. لكن اسمع المقطع، اسمع المقطع الذي بعد هذه الأبيات. رحمك الله يا ملا عطية، تغمدك الله بواسع رحمته، حشرك الله مع الحسين وأصحاب الحسين. شي يقول؟ يقول لكن لكن أنا مدري غابت هالعشيرة وين عن زين العباء، يوم قادوه بحبيل يمشي ويسحب الأقياء، والحرم خلف حواسير والأهل عنه بعاء، والحرام خلف حواسير. آه يا زينب، آه يا زينب، والحرام خلف حواسير والأهل عنه بعاء، والخلق تتفرجوا روس العشيرة مشهرة، ليت حضروا فكوا السجاد من قيد الحديد، وعاين الفاجر يسوم حريمهم. هذا البيت يقطع قلب المؤمن، هذا البيت قطع قلب الغيور. هاي زينب، الله أكبر، وعاين الفاجر يسوم حريمهم سوم العبيد، وعاين ذيك الوديعة مكتفة مجلس، هاي المخدرة التي كان أمير المؤمنين يخرجها في جوف الليل إذا نامت العيون وهدأت الأصوات لزيارة قبر رسول الله. كان الإمام أمير المؤمنين يمشي بين يديها، الحسن عن يمينها، الحسين عن شمالها. لما توصل قريب القبر الشريف يتقدم الإمام أمير المؤمنين مسرعاً ويطفئ القناديل. الإمام الحسن يسأل: أبا ما لي أراك كلما اقتربت أختنا زينب من قبر جدنا رسول الله أسرعت وأطفأت القناديل. الله، وإذا بالإمام أمير المؤمنين يخاطبه: حتى لا يرى أحد شخص أختك زينب، ليتك حاضر يا أمير المؤمنين يوم عاشوراء لترى العقيلة تنادياني والله بقيت محيرة واسفج باليدين. أنا لا عباس يبرالي، يضربوني من تهمل العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر. الله، يا أمير المؤمنين، هذه عقيلة الطالبين تنظر يمينا وشمالا فلا ترى أحدا من أحبتها. الله يرحم ملا معين السباك، اسمع هذه الأبيات. يقول: زينب يا علي زينب، من قوضت ولياها طلعت والمهر عارية، يا حدر تلقى صاحت وين أخويا حسين صاح المهر ويا، يا زينب طاح ابو اليمه، يا زينب سابح بدمه،
يا زينب خلنا نصل يمه وناخذ ماي ويانا جبنت العطش مارده. الله، بماذا أجابته العقيلة زينب؟ قالت للمهر زينب وهي على الهضم جمضة، يا مهر حسين روح وياك أخاف حسين ما يرضى، من نطلع خيالي صير لعيون الزلم عرضة، واخويا حسين ما يقبل وخاف ان يا المهر يزعل، لكن اجب على التل وانده وين اخويا حسين بل كان يسمع النداء. صاح المهر يا زينب جنة ما بقى لجرى، ابن امك وقع ويصيح يا هالوادم اريد انما جيب الماء يا زينب وانا الاخذ شوية، ويشرب والد سكين ومن يشرب يفك عينه، ونحاكي ويحاكينا وبمعصبك يا زينب جروح التكلف اضمدها. الله، هيج قلب العقيلة زينب بهذا السؤال، كأني بزينب تنادي أنا من وين أجيب الماي، من وين أنا من وين من وين من وين أجيب الماي، من وين من وين وأهلي قضوا كلهم مطاعي، ياي وأهلي قضوا كلهم زينب، ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أمست اليوم واليتامى عليها، يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. قبل الدعاء هناك دعوة للجمع في هذه الليلة والتبرع لأجل المساجد، فجزاكم الله الخير وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله محضرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا كاشف السوء. دعونا نتوسل بأبي عبد الله الحسين، فهو نعم الوسيلة إلى الله إن شاء الله، إن شاء الله ببركة الحسين. يا أبا عبد الله، يا حسين ابن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله،
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيئا يا وجيها عند الله اشفع لنا. اللهم إنا نسألك بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم احفظ وسدد وأيد حماة الدين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، لا سيما أسرانا ومعتقلين. اللهم فرج عنه فرجا عاجلا غير آجل. اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء: تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.